فاطمة. أنا اللي اختاريت تمتين بطبيعة الحال، أنا اللي اختاريته. وفي البداية ملي كنا كنقراو في الابتدائي كان عيد العرش ديال المغفور له الحسن الثاني، كنا كنديرو ملحمات وطنية مسرحيات، وكنت من ضمن المشاركين، كانوا كيعزلوني المعلمين من ضمن المشاركين. هو باش تعرفت أول مرة، وكان أول شغل ديالي هو مسلسل الحديد كان الجزء الأول وباقي الأجزاء، يعني تعرفت بالمخنطة، وكذلك تعرفت حتى بالبيرسوناج ديال الهبيرة ديال إلياس اللي في سيت كوم حي البهجة اللي كان أول سيت كوم عندي. والتجربة دابا اللي حاليا اللي باقا مأثرة عليا هي الوالدة عندي عيانة، والحلم ديالي إن شاء الله ترجع كيف كانت، هادي هي المعركة اللي باقي كنواجهها الآن. مكدبش عليك، كاين زعما شي غدر كبير ولا خيانة كبيرة، لا كاين نقاشات، وأنا كناخد واحد ندير واحد الحدود ما بين صحابي. ما عمري ما كنوصل انا مع صاحبي الا مثلا نتناقشوا، ولكن باش نوصلوا لذاك الدرجه ديال السب والشتم او القذف وكذا لا، كنعرف بلي نقدروا نوصلوا ليها كندير واحد الحدود صافي، كنبقاو نتعارفوا من بعيد، السلام عليكم. وعليكم السلام. صافي، اخوك في الحرفه لا اخوك في الحرفه، انا كنقول اخوك في الحرفه صاحبك ماشي اخوك. الممثلين المغاربه كتربطني بهم صداقه عاديه، من الممثلين اللي كنت نتعايطوا يعني بزاف، كاين الفنان جواد السايح، كاين كمال كاظمي، كاين محمد بهزاد، كاين الشرقي السبوتي، هادو اصدقاء اللي يعني حنا حاسبين كعائله فهمتيني، كنتعايطوا. محمد الخياري كذلك كنتعايطوا عادي. اختي هذا الموضوع ما نكذبش عليك ما بقيت كنبغي ندوي عليه بزاف، علاش؟ انا اللي جبت دابا نحسب انا تقريبا 4 سنين ما خدمتش، ما خدمتش، والحمد لله بجميع الاعمال اللي صورت لا جيت وتقلبوا ولا تقلبوا كاع غير المشاهدات مثلا على اليوتيوب ولا هذه، راه تلقاو باللي الحلقات اللي كنكون فيها راه طالعه المشاهدات، وما كيعيطوش ليا، هما ما كيعيطوش باش نبقى نتصل بهم نقول لهم عيطوا ليا، ما يمكنش. ما انا ما براسي ما عرفتش علاش ما كيعيطوش ليا بزاف، ما عرفتش حقا كاين نفس الوجود، ولكن كيبقى الراي دائما راي يحترم ديال المنتج وديال المخرج. حياتي الاسريه بصمد عازب، عايش مع الحيوان اكثر، يا كنعيش مع الحيوان وكنفضل نعيش مع الحيوان اكثر. بالنسبه ليا كيشحنوني بالطاقه الايجابيه، كذب عليك كنلقى معاهم راحتي، كنلقى معاهم التجاوب، كندير فريخات، كندير كليبات قدامي هذا، كنبحث عليهم عندي مع هذا الميدان ديال الحيوانات، كنلقى معاهم راحتي، وفي نفس الوقت كندير التجاره في الطيور وفي الحيوانات. لا ما عندي حتى مواصفات. كما واحد المره كنسول واحد الفنان معروف هندي سلمان خان، قال لي واش غادي تزوج؟ قال لهم موسم الزواج فاتني، ودابا مو محل خاصة، انا ما كرهتش نتزوج، ولكن باش نعيش مثلا فين هو الاعمال؟ خصني نخدم على الاقل، باش دابا راه صعاب ولا مسؤوليه ولا هذه خصك السكنه ضروري، خصك الدار، ما عندنا فين نشدي. والحمد لله باقي كنترجوا والله، وباقي الامل ان شاء الله باقي. شكرا من برلالة فاطمه على هاد الدعم اللي جيتو حضرتو معنا للكواليس، تحياتي لكم، راكم عزاز ومتبعكم، الله يكبر بيكم. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.